دكتور فايز، بالطبع سنتحدث عن مغزى اختيار القاهرة وكيف استطاعت القاهرة أن تكون هذا الطرف الذي يقبل الطرفان الكبيران أن يتفاوضا على أرضه، لكن قبل ذلك أنا أود أن أسألك في محور بداية هذه الحلقة على الأقل. العرب صانعوا سلام يا دكتور فايز، العرب ليسوا كما تصور بعض وجوه الميديا الغربية، ليسوا دمويين وليسوا أميل إلى العنف إلى آخره، نحن صناع سلام رئيسيين في العالم يا سيدي. نعم، هذه حقيقة، وأعتقد أن هذه الحقيقة يمكن يعني الرجوع إلى التاريخ لإثباتها بكل يعني أمانة وبكل موضوعية. هذه ليست المرة الأولى التي يساهم فيها العرب أو التي ينتهز فيها العرب التحولات الدولية والمخاطر القائمة ليقدموا أنفسهم كقوة سلام. على سبيل المثال، منذ الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، يعني عندما بدأت لاحظنا أن هناك خطاب يدعو إلى السلام، يدعو إلى الخروج من هذا المأزق، ومورس هذا الخطاب لا على أرض الواقع، ليس فقط خطاب إنشائي أو كلمات، ولكن كان هناك ممارسة على أرض الواقع. القوى العربية أو القوى العربية الرئيسية إن شئنا الدقة انحازت داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة للحفاظ على النظام العالمي بقواعده أو بمفاهيمه ومبادئه الأساسية التي استقرت منذ انتهاء الحرب العالمية وحتى الآن. انحازت القوى العربية الرئيسية أيضا إلى الحفاظ على المؤسسية الدولية. كان هذا واضحا إذا عدنا إلى اتجاهات تصويت القوى العربية فيما يتعلق بمشروعات القرارات التي طرحت من جانب قوى مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مفاهيم أو بشأن مشروعات، يعني مشروعات قرارات تحدثت عن السلوك الروسي داخل أوكرانيا أو غيرها، أو وضع روسيا داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كلها في كل هذه المناسبات أو مشروعات القرارات التي طرحت داخل الجمعية العامة، انحازت القوى العربية إلى الحفاظ على المبادئ الرئيسية الحاكمة للنظام العالمي، وهي المبادئ التي تضمن إذا التزم بها العالم تضمن الاستقرار في العالم. بالإضافة إلى ذلك، هناك دعوات للسلام. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استغل منصة يعني مؤتمر المناخ COP27، وهي المنصة التي جمعت أكبر عدد من دول العالم والقادة ورؤساء حكومات ورؤساء دول لكي يوجه رسالة واضحة للعالم بأنه لابد من إيقاف هذه الحرب. صح.